هكذا استقبل الأساتذة المتعاقدون تحذير وزير الداخلية والجماعات المحلية باستغلال بعض الأطراف لاعتصامهم من أجل زعزعة الاستقرار، موجها أوامر بفض الاعتصام. وهذا التجمع حاول البعض استغلاله في أمور لا تحمد عقباه، آجال التي وضعتها الحكومة والأبواب التي فتحتها الحكومة إلى إخواننا وأخوتنا، هدفها هو أننا نستمع إلى بعضنا البعض وأن نصل إلى نتائج من منطلق هذا الحوار. إذا كان بقينا في هذا المستوى سوف تكون هناك إجراءات سوف تتخذ ميدانية. المعتصمون بميدان الإدماج كما بات يعرف، وبالرغم من الظروف المزرية عازمون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية إدماجهم. الأساتذة المتعاقدين يعني ما زالهم في إصرار، يعني رغم هذا واش سمعنا بصح ما زال راهم في عزيمة على مطلبهم الشرعي ألا وهو الإدماج دون قيد. النائب البرلماني عن جبهة المستقبل طالب السلطات العليا في البلاد لإيجاد حل عاجل للمعتصمين. كنائب برلماني بثقة كبيرة على أن الوزير الأول ورئيس الجمهورية سوف يتخذون القرار الحاسم في إدماج الأساتذة، ونحن على مشارف يوم العلم، غدا يوم العلم، أتمنى أن يكون يوم العلم يوما لفرح الأساتذة وعائلتهم وليس يوما للحزن. فزاعة الأمن والاستقرار واستغلال بعض الأطراف السياسية لأي مسيرة أو اعتصام، الأغنية التي يجيد لحنها وزير الداخلية والجماعات المحلية وكثير من المسؤولين، والهدف كبح كل صوت يطالب بحق مهضوم، أو هكذا يقول أصحابه. صوتي وما غير الإدماج همي ومطلبي.